افتتح مدير خلوة بستان العارفين للعلوم الإسلامية الشيخ محمد نور عبد الله دورة تدريبية لصالح الحجيج التالي لعام 2017. عبد الله هارون بوما. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بهذه الآيات الكريمة بدأت الانطلاقة الرسمية لتدريب الحجيج الجاديين لتعليمهم أداء مناسك الحج قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة. وتعد عملية الحج ضمن أركان الإسلام الخمسة المفروضة على المسلمين. في كلمته مدير خلوة بستان العارفين للعلوم الإسلامية الشيخ محمد النور عبد الله النور قال إن الحجيج في حاجة ماسة لمثل هذه التدريبات. ما دام الحج هو ركن من أركان الإسلام لا بد من تعلمه، لا بد من معرفته. لأجل ذلك ينبغي لجميع الحجاج قبل أن يغادروا هذه الدار إلى الأراضي المقدسة عليهم الجلوس مع العلماء، عليهم الجلوس مع الصالحين. مندوب المجلس العالي للشؤون الإسلامية بالدائرة التاسعة أحمد حارون فقد قدم وصفا مفصلا حول أداء مناسك الحج حتى تكون واضحة للحجيج الجاديين سيما في هذا العام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تجدر الإشارة بأن هذه التعليمات التي يتلقاها الحجيج حول أداء مناسك الحج كانت بعدة لهجات محلية بغية الاستفادة الكاملة من التدريبات للحجيج الجاديين.